وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، بعد التحية انقلي لنا الصورة لديك في شرم الشيخ وأيضا تفاعلات المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 وأيضا حصاد اليوم من أهم الجلسات التي من المنتظر أيضا أن يناقشها المؤتمر خلال ما تبقى من أيامه. نعم، تحياتي لك دينا ولمشاهدينا الكرام. ما زلنا في هذه المتابعة لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ والمستمرة معنا حتى 18 من الشهر الجاري. اليوم دينا هو يوم عطلة رسمية وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل المؤتمر، وذلك على مستوى المنطقتين الزرقاء والخضراء التي نتواجد بها الآن، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في هذه النسخة 27 للتنزه وممارسة الأنشطة السياحية والبحرية التي تتمتع بها هذه المدينة خلال هذه الفترة. يعني المدينة بتشهد جو معتدل ومشمس طوال فترة النهار ولطيف طوال فترة الليل، وهي فرصة كبيرة للمتواجدين داخل المدينة لممارسة العديد من الأنشطة. ويمكن المدينة رفعت استعداداتها منذ عدة أشهر لمثل هذا اليوم للمقاصد السياحية والممشى السياحي الذي تم تنفيذه، وأيضا الميادين التي تم رفع كفاءتها، وأيضا السوق التجاري الممشى اللي بيبلغ طوله 12 كيلو متر من وإلى خليج نعمة، والسوق التجاري اللي فيه منطقة ترفيهية. بعض الفعاليات الثقافية اللي ممكن المشاركين هنا في هذه النسخة حضورها في هذا اليوم. أيضا يمكن كان في بعض الفعاليات البسيطة من قبل مجلس النواب المصري الفعلية، وهي مؤتمر أو أعمال المؤتمر العالمي للبرلمانات، وهذه الأعمال التي تمت صباح هذا اليوم بالتنظيم ما بين المجلس النواب المصري والاتحاد الدولي للبرلمانات، وتم مناقشة العديد من المحاور حول قضية المناخ والتشريع التي يمكن أن يصدرها البرلمانات المختلفة بحضور أكثر من 60 برلماني ومشارك من أكثر من 60 دولة. أيضا لدينا المسيرة التي استمعنا إليها منذ قليل، وهي أكبر مسيرة شهدتها هذه المدينة في إطار التظاهرات التي تتم من قبل منظمات المجتمع المدني والشباب وغيرها للتعبير عن العدالة المناخية، وكانت تحت شعار العدالة المناخية من أجل مستقبل إفريقيا. يعني الجميع يحرص في هذه النسخة على الوصول إلى آليات تنفيذية. ويمكن تابعنا الأسبوع الأول الذي انتهى يوم أمس العديد من الفعاليات والبنود التي استطاعت مصر إدراجها لأول مرة، منها بند إزالة الكربون ومنها أيضا بند الخسائر والأضرار. استطاعت مصر من خلال الوصول أو الإقرار بالتعهدات التي كانت قد تمت في وقت سابق الوصول إلى آليات تمويلية في هذا الأسبوع تنفيذ بعض المبادرات. يوم أمس كان هناك أربع مبادرات تم إطلاقها في هذا اليوم، وهو يوم التكيف والزراعة. يوم غد تعود هذه الجلسات في المنطقتين، المنطقة الزرقاء على المستوى الحكومي والرئاسي، وأيضا هذه المنطقة الخضراء للفعاليات الجانبية، وهو يوم التنوع ويوم المياه. سيكون هناك بعض الفعاليات في المنطقة الزرقاء على مستوى الموائد المستديرة والفعاليات الحكومية، وهنا في هذه المنطقة في القاعات المختلفة لفعاليات جانبية. يعني هذا هو أبرز ما لدينا دينا في هذا التوقيت، والكلمة تعود إليك مرة أخرى. في أشكرك جزيل الشكر سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من شرم الشيخ.